مستوى لبلوغ هذا المكانة هذه أو هذا المقابلة النهائية. كذلك يتم انتقاء طاقم التحكيم بعناية شرطة ما يكونش الانتماء أو الجنسية ديال أحد الحكام للبلد أو أي لاعب من هذا اللاعبين. إذن يدير هذا المقابلة حكم الوسط الحكم المصري يعني اللي عنده خبرة، هو بالمناسبة حكم دوري درجة ألف يعني في التباري وفي الكاتا، وحكم أولمبي سبق له يعني شارك في يعني التحكيم ديال الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. إذا كان بين أقلية قليلة ديال الحكام اللي تختاروا في حدود 15، كان من بينهم أيضا الحكم المغربي الزيتون. إذا نقطة أو نقطة للبطلة الجزائرية منال مكي وسانشو زال أمام الوقت أمام البطلة المغربية دعاء. وجود لي شيء تبحث عن 3 نقاط فارق الطولسي عبد الله في صالح البطلة المغربية دعاء. فعلا استغلال فارق يطلب الطول باش ينفصلوا ثم يعطي استئناف المباراة. استغلال ايضا اللاعب بالرجل الجانب البطلة دعاء. لا وجود لاي شيء. واربعين ثانية من انذار للخروج للحكم، يعني الوحيد اللي كيوجه الانذار دون استعانة بالقضاة. هدف متابعون اظن 3 نقاط اظن الفي بوم لا كانت يعني فاست الرأس. انذار ديال المسك شوي برجل الأصابع. 40 ثانية على نهاية المباراة وما زال تابع. أظن هناك أظن نقطة للجزائرية بالفعل في يخص التركيز، يعني جد نقاط ولا ثلاثة ماشي هي نهاية المقابلة بالفعل. محاولة الهروب ديال البطلة الجزائرية للحفاظ على ذوك جوج النقاط. إذا 16 ثانية 15 ثانية. إذا إنذار ثالث تسحب سانشو. إذن استغل الوقت متابع. إذن إلى توجه لا إذن على بعد 9 ثواني أظن كان هناك 3 نقاط لا فقدت توازن. 3 ثواني على بعد 3 ثواني ما زال اللعب فيه إمكانية. نهاية الوقت الأصلي المباراة لصالح فوز البطلة الجزائرية منال مكي. إذن هنيئا للبطلة الجزائرية منال مكي وهارد لاك للبطلة المغربية دعاء الشوط في نهائي أقل من 48 كيلوغرام شابات